السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في التمرين رقم 10 من سلسلة تمارين درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. التمرين 10 يقول حدد مجموعة النقط أم من الفضاء في كل حالة من الحالات التالية. إذا عندنا معادلات، غنحاولوا نشوفوا هذه المعادلات هي عبارة عن ماذا. إذا نبداو بواحد التعبير اللي غنستعملو في هاد المعادلات، اللي هو إكس مربع زائد أإكس. إذا هاد التعبير هذا إلا بغيت نكتبو على شكل متطابقة هامة، بطبيعة الحال إما غتكون بهاد الشكل أو بهاد الشكل. إذا كان عندنا إكس مربع، إذا عندنا جوج أ بي، إذا كيمكن لي نبين الجوج هنا. إذا كنضرب في الجوج البسط والمقام، إذا جوج في أ على جوج إكس. إذا عندنا أ على جوج، يعني جوج أ بي، إذا أ على جوج كيمكن لي نضيف أ على جوج لكل أس إثنان ونرجع نحيدها. الهدف هو نلقى واحد المتطابقة هامة على شكل أ مربع زائد جوج أ بي زائد بي مربع. إذا هي هادي. إذا هاد التعبير هذا كيتكتب على شكل أ زائد بي. إذا أ هي إكس، إذا إكس زائد و ب هي أ على جوج، إذا أ على جوج الكل أس إثنان ناقص أ على جوج كل أس إثنان. إذا ممكن نكتبها هي أ مربع و إثنان أس إثنان هي أربعة. إذا هذا هو التعبير اللي غادي نستعمل. كذلك إذا كانت عندنا إكس مربع ناقص أ إكس، فكذلك كتساوي لنا إكس ناقص أ على جوج الكل أس إثنان ناقص أ مربع على أربعة. إذا ندوزو للحالة الأولى، تحديد مجموعة النقط أم، بحيث إذا كنوضعو هاد مجموعة النقط أم هي أس أ. إذا أم كتنسامي الأس أ. المعادلة هي إكس مربع زائد إكريك مربع زائد زد مربع ناقص ربعة إكس زائد ستة إكريك تساوي صفر. إذا أول خطوة تنقوم بها هي كنجمع الأعداد المجهولة المتشابهة، يعني إكس مع إكس وإكريك مع إكريك وهكذا. إذا إكس مربع ناقص ربعة إكس زائد إكريك مربع زائد ستة إكريك زائد زد مربع تساوي صفر. إذا هنا غادي نطبقو الصيغة اللي سبقنا باش بيناها. إذا إكس مربع ناقص أ إكس، شنو قلنا؟ هي إكس ناقص أ على جوج. إذا أ في هذه الحالة هي أربعة، أربعة على جوج هي جوج. إذا جوج مربع ناقص أ مربع، إذا أربعة أس إثنان على أربعة زائد نفس الطريقة إكريك زائد إذا ستة على جوج، أ على جوج هي ستة على جوج هي ثلاثة أس إثنان ناقص ستة مربع على أربعة. إذا ستة مربع على أربعة، يعني أ مربع على أربعة زائد زد مربع يساوي صفر. إذا إكس ناقص إثنان لكل أس إثنان، أربعة أس إثنان على أربعة كنختزل بالربعة تيبقى لنا أربعة زائد إكريك زائد ثلاثة لكل أس إثنان، وستة أس إثنان هي ستة وثلاثين، وستة وثلاثين على أربعة هي ناقص أي هي تسعة، هي ناقص تسعة. إذا زائد زائد أس إثنان تساوي صفر. إذا هاد الأعداد المعلومة كنديها في الطرف الثاني ديال المعادلة. إذا غترجع لنا المعادلة على شكل إكس ناقص إثنان زائد إكريك زائد ثلاثة كل أس إثنان زائد زد تساوي، إذا ناقص ربعة ناقص تسعود هي ناقص تلتاش. إلى دينا هاد الطرف الثاني غترجع زائد تلتاش، وبالتالي فالمعادلة المحصلة عليها هي عبارة عن معادلة فيلكا. إذا مجموعة النقط، إذا إس أ هي فيلكا ت
تبي تحل فيلكة معرفة بمركزها وشعاعها، إذن هي فيلكة مركزها كنسميه أوميغا. إذن كيفاش غادي ندير نلقى الإحداثيات ديال أوميغا؟ هنا خصني ننتبه، راه دايما كيكون عندنا إكس ناقص إكس أوميغا ناقص. إذن هنا الأفصل هو جوج، الأرتب هو ناقص ثلاثة، لأن إيكغيك ناقص ناقص ثلاثة، دائما عندنا إكس ناقص إيكغيك ناقص زد ناقص، إذن الأرتب هو ناقص ثلاثة. وزد عندنا زد ناقص صفر لكل أس اثنان، إذن صفر. وشعاعها هو جذر 13، إذن R كيساوي لنا جذر 13. الحالة الثانية عندنا S1، إذن M مجموعة النقاط كتساوي لنا S1 اللي هي X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص 4X زائد 2Y زائد 2Z زائد 19 يساوي صفر. إذن غنطبقوا نفس الفكرة، إذن X مربع نجمعو لي زيكس هي ناقص 4X زائد إيكغيك مربع زائد 2Y زائد زد مربع زائد 2Z تساوي ناقص 19. هديك 19 نديها للطرف الثاني، إذن إكس مربع ناقص 4X. إذا عندنا هنا متطابقة هامة، راه يمكن لي نضيف، عندنا ناقص 4 يعني 2 2 إكس، إذا يمكن لي نضيف 4 ونحيد 4 باش نلقى متطابقة هامة من الدرجة الثانية، أولا نطبق التعبير أولا التقنية اللي درنا في الحالة الأولى، زائد إكغيك مربع زائد 2 إكغيك، إذا يمكن لي نضيف 1 ونقص 1 باش يرجع عندنا متطابقة هامة. نفس الفكرة غنديرها في زد، زائد زد مربع زائد 2Z كنضيف 1 ونحيد 1، إذن تساوي ناقص 19، إذن عندنا متطابقة هامة كذلك. إذن هذه غتعطينا إكس ناقص 2 لكل أس 2، الأعداد المعلومة غنجمعها بعضياتها، إذن زائد إكغيك زائد 1 لكل أس 2 زائد زد زائد 1 لكل أس 2، عندنا ناقص 4 ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 6، غادي نديوها للطرف الثاني غترجع 6، إذن 6 ناقص 19، 6 ناقص 19 هي ناقص 13، إذن إكس ناقص 2 إكغيك زائد 1 لكل أس 2 زائد زد زائد 1 لكل أس 2. إذن مجموعة النقاط في هذه الحالة، إذا عندنا مجموع أعداد موجبة، وهذا عدد موجب وهذا عدد موجب وهذا عدد موجب، لأن عندنا الكل أس 2 وبالتالي هو عدد موجب، كيساوي لنا عدد سالب وبالتالي غير ممكن. إذا مجموعة النقاط هي المجموعة الفارغة، إذا مجموعة النقاط أس 1 هي المجموعة الفارغة. أو لندر إس أن تساوي المجموعة الفارغة. الحالة الثالثة والأخيرة، إذن إس كتنسمي لمجموعة النقاط اللي غنسميها إس 3، المعادلة هي إكس مربع زائد إيكغيك مربع زائد زد مربع زائد 4Y ناقص 2Z زائد 5 تساوي صفر. بنفس الطريقة إكس مربع، إذا نجمع لي زيكس، هنا ما عندناش، عندنا غير إكس مربع، إذن زائد إيكغيك مربع زائد 4Y زائد زد مربع ناقص 2Z زائد 5 تساوي صفر. إذن هنا باش نربحو شوية الوقت، غيمكن لي نضيف، إذا عندنا زائد 4Y يعني 2 2Y، إذا بحال غادي نضيف 4 ونحيد 4، نفس العملية هنا غادي نضيف 1 ونحيد 1، إذا إكس مربع
متطابقة هامة هي إيكغيك زائد اتنان الكل أس اتنان زائد زد ناقص واحد الكل أس اتنان. إذا عندنا ناقص أربعة ناقص واحد هي ناقص خمسة زائد خمسة هي صفر، إذا تساوي صفر. وبالتالي عندنا إكس مربع. إذا مجموعة النقط في هذه الحالة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن نقطة. إذا إس أن أو لنديرو إذا إس أن تساوي وكندير الإحداثيات ديال النقطة. إذا شنو هي الإحداثيات ديال النقطة؟ إذا إحنا عندنا هنا إكس ناقص صفر لكل أس اتنان، يعني كل الأفصول هو صفر، إكغيك زائد جوج، يعني بحال عندنا إكغيك ناقص ناقص جوج، إذا الأرتب هو ناقص جوج، وعندنا زد ناقص واحد أي الأنسب هو العدد واحد. إذا مجموعة النقط في هذه الحالة عبارة عن نقطة. إذا بشكل عام لدراسة مجموعة النقط من هذا الشكل هذا فغلقها ثلاثة الحالات، إما غلقها عبارة عن فيلكة أو عبارة عن نقطة أو عبارة عن أو هي المجموعة الفارغة.